السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم مجددا في حلقة أخرى على مدونة المحترف. لعل أن برنامج ريكوفا من أقوى البرامج في استرجاع الملفات المحذوفة من الحاسوب، لكن هذا البرنامج ما يعيبه أن نسخته المجانية غير قادرة على استخراج أكبر عدد ممكن من الملفات المحذوفة. في هذه الحلقة أريد أن أقدم لكم عرض حصري على مدونة المحترف من أجل أن تستخدم هذا البرنامج أو تحصل على سيريال خاص بهذا البرنامج باسمك وبطريقة قانونية. كيف ذلك؟ فقط يجب عليك أن تتوجه أول شيء إلى هذا الرابط go.tcpf.com/regovapro من أجل أن تصل إلى هذه الصفحة وهي صفحة العرض. بعد ذلك تنقر على لايك من أجل أن تحصل على السيريال. حيث بعد أن تنقر على لايك سيتم تحديث الصفحة وسيتم إمدادك بالاسم الذي يجب عليك أن تدخله في البرنامج وكذلك السريال. من أجل تحميل برنامج ريكوفا برو يمكنك الدخول إلى هذا الرابط. بعد الدخول إلى الرابط قم بتحميل النسخة المجانية من ريكوفا انطلاقا من داونلود فروم. نقوم بالتثبيت، فننزع الخيار على جميع هذه الخيارات المتواجدة أمامنا، ننقر على Install ثم نثبت البرنامج. بعد ذلك عدم اختيار View Release Notes ثم نقر على Finish. بعد ذلك ننقر على Next ثم Next ثم Next ثم Next ثم Start. بعد ذلك ننقر مرة أخرى على Cancel. جيد، إذا ننقر على Switch to Advanced Mode ثم بعد ذلك ننقر على Option ثم بعد ذلك نذهب إلى About. في هذا المكان أنا سبق لي للأسف أن سجلت هذه النسخة بسريال الخاص، ولكن لا مانع أن أريكم الطريقة. بعد أن تصل إلى About ستنقر على Upgrade to Pro على هذا الزر. بعد أن تنقر عليه تدخل السريال، يعني Name المتواجد في الصفحة ثم Listens Key، وقبل أن تنقر على Register انزع الاتصال أو اقطع الاتصال بالإنترنت. خطوة ضرورية، اقطع الاتصال بالإنترنت ثم انقر على Register من أجل أن يتم تفعيل النسخة بنجاح. أتمنى من صميم القلب أن تستفيد من هذه الحلقة، لا تبخل علي بالزر لايك وكذلك وضع تعليقك. أما أنا لم يقل إلا أن أشكرك على حسن المتابعة، أراك في حلقة أخرى بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.